حمد على السلام يا غالي. الحمد لله على السلامة يا شباب. الحمد لله على السلامة يا طيب ميكون احنا بخير وسلامة يا بنتي كلها تطلعنا سوا كلها بخير وسلامة سلامتكم لك لا ورائنا لا هوياتنا ما تجوزت انا من غير عقد زواج الله لا يوفقهم 40 يوم الابو محاصرين اجوا حتى لا تخاف يا خالد كل امرك لسه في ولادي كمان هناك وانا انتي وصهري لا تخاف يا خالد بيطلعوا ان شاء الله بيطلعوا يا ربي ما تخافي يا ربي يا خالد بدنا نوصل لهم يا ربي يهنيكم ان شاء الله بيطلعوا خلصتونا منهم ولا يجبرهم ان شاء الله ولا يجبرهم زرعوا بيتي كله وحطوه وطلعوني غصب عني عشان يسرقون البيوت يلا بعين الله بعين الله خلوني لا اكل ولا شيء اذا بدي اجيب ما بيخلوني هلا تاكلي وتشربي وتشربي يا ربي ياكلوا اولادي الصغار ياكلون هلا تاكلوا اولاد ابني ياكلون هلا اذا بكون ناس هلا ودنا بيتي مدنيا يلا خالد خلي ياكل خلي ياكل يلا اطوال ما بيتقدم الجيش من ضمن بعيوننا نحن تقريبا وصلتوا له الجيش عم يشغل كرمالكم وكرمال الدول بدنا نفوز يلا الله يهنيك شو اسمك عمو؟ طلال الغربي من وين انت؟ من اسرائيل الكلاب حاصرونا من ابو ما خلونا نطلع بنات وين رايح هلا؟ مين هدول اللي جابوك هلا؟ انت جيش العرب السوري بتحب الجيش؟ ايه قول والله ايه والله طيب ماشي شلون شلتك؟ شلون شلتك؟ خلينا نشيلك مثل ما عم نشيلك نحن؟ لا والله الله يخليك يلا عمو يلا امشي يلا يلا امشي يلا من ضربك يا من ضربك؟ كيف ضربوك المسلحين جوا؟ لا ما خلينا يطالعوا الهاون على فوق يضربوا عليكم. لا ما خلينا. ما خلينا الأقل نبي ضربناهم طالع نزلناهم كسر من البنايات المطر. مصورة. من هدو؟ أنا شوفوا. طيب صوري لهم الصورة إذا شوفي لهم. صوري هونيك ما صورتي من هنيك هنيك رجع لورا شوي رجع إيه صوري الصورة. برافو لما برافو تصور طيب تعال صورني انا وياك صوره حاولوا فوتوا لجوا عشان يساعدوا